السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بكم من جديد محبتكم أخواتي في قناة زينب الموبيل. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد المقبلة كتجي رائعة بزاف، تتعجب الوليدات الصغار وحتى لمرات حنا الكبار. غادي تكون مقبلة بالبطاطس اللي يمكن لكم أخواتي ترافقوها مع مجموعة ديال الأطباق، إما الدجاج اللحم الحوت أي حاجة، ويمكن لكم تكتفوا بها كوجبة خفيفة للعشاء. غادي ندوزو على بركة الله. غادي نحتاجو ليها واحد 4 الحبات أولا نص كيلو ديال البطاطا، الكمية كتبقى حسب عدد أفراد الأسرة ديال كل سيدة. كنقطعوها كيما كتلاحظو، كنقشروها كنقطعوها ديال غونديل أولا دوائر، وكنبخروها مدة 10 حتى 15 دقيقة مع شوية تاع الملحة. غادي نحتاجو على بركة الله 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق. غادي نحتاجو حبات ديال الفلفل الخضرة حلوة مقطعة رقيقة، عندنا القليل من زيت الزيتون حتى هو منزوع النواه يكون مقطع رقيق. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار ومطحون، 2 دروس ديال الثومه، شويه الملحه، شويه الكمون، وعندي واحد اما 2 مطيشات صغار مزولين لهم بالزريعه ومقطعينهم رقيق، اولا كذلك معلقه اولا مطيشه كبيره ولا 2 صغار. وغادي نحتاجو زيت الزيتون. ندوزو على بركه الله الطريقه التحضير. حنا كناخدو داك الفلفله قطعناه رقيق، غادي نضيف ليها 2 دروس ديال الثومه، غادي نضيف ليها كذلك مطيشه، وغادي نقلي مزيان هاد المكونات. بسم الله. غادي ندير شويه ديال السودانيه اولا الفلفل الحار مطحون، يمكن لكم تستغناو عليه، شويه الملح لان البطاطا مالحه. غادي ندير نصف كمية ديال الربيع دابا ونصف كمية المتبقية تو كنضيفها في الأخير. هنا كيما كتلاحظو معايا، من بعد ما تشحرات مزيان ديك مطيشة مع الفلفلة، غادي نضيف الثومة، غادي نضيف دابا بطاطا لي يعني بطاطا طيبة، غادي غير نشرملوها بهاد المكونات فقط، نحركوها بشوية باش متهرسش لينا البطاطا. البطاطا ديما ملي كنشرملوها بحال هكا كنسلقوها ولا كنبخروها وكنخليوها تبرد تماما باش تقبط راسها، باش ملي نديرو لها الشرموله ما كتفرد ما يعني ما كتهراش، كتبقى واقفه. بالنسبه للكمون ديما ولا الكمون، اخر حاجه كنضيفوها هي الكمون باش كيبقى عاطي الطيبه ديالو، لان الكمون ملي كنديروه في الاول كتمشي الطيبه ديالو نهائيا. هنا كتلاحظوا وضعنا البطاطس كيف ما ولا البطاطا يعني وضعناها في التوصيل ديالنا. غادي نحاول ندير شويه ديال المعدنوس من الفوق غير شويه. بالنسبه للزيتون كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا اخواتي يمكن لكم ما ديروش، كلكم ديروا الزيتون كحل في الاخير حتى هو تيجي زوين، يعني تيبقى لكم نتوما اخواتي كامل الاختيار. حنا كنوزعوا بهذه الطريقه، انا قسمته على 4 هذا الزيتون، حيت يعني كيكون هو مزولي لينا قسمه على 4. بالنسبه لهنايا غادي ناخذ يعني لاصوص كتبقى اختياريه، غناخذ انا غير شويه ديال الهريسه، غادي نوضعو في هاد الجبيبينيه هنايا ونوضع الروس. وراني قبل غادي ندير واحد الخويط تاع زيت العود، لانها كتعرفوها دابا يعني شي حاجه مفيده للوليدات الصغار وحتى لينا حنايا، لمالا زيت الزيتون ما كاين ما احسن منها. هذه كانت وصفتنا لليوم، كنتمنى اخواتي تعجبكم. طبيعة الحال الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، خليو تعليق وتبارطاجيو معنا الفيديو في المواقع الاجتماعيه اللي تعم الفائده. خليت لكم الراحه، الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.